بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح نحكي على البرايست. البرايست بالبداية لازم نعرف هذا البرايست اللي هو موجود بالميل اند فيميل، هو عبارة عن modified sweat gland موجود بالسوبرفيشال فاشيا اوف ذا بكتورال ريجن، مثل ما قلنا in both male and female. معنى superficial fascia موجود جوا superficial fascia معناها directly under the skin. زين، ولازم تعرفون ال extension مال breast. The breast is extend vertically from the second rib، يعني بالطول من the second rib to the sixth rib، هذا ال extension مالته vertically. ال horizontal اللي هو بالعرض ال horizontal extension مالته يمتد من the lateral border lateral border of the sternum to the mid axillary line. زين، فهسه صار عندكم البرايست هو عبارة عن modified sebaceous gland اللي هي نفسيتها sweat gland موجود within the superficial fascia of the pectoral area أو pectoral region. والاكستنشن مالته من يعني horizontal vertical extension مالته من second rib to the sixth rib. Horizontally mean من the lateral border of the sternum، يعني من the lateral border of the sternum لحد the mid axillary line. طبعا the mid axillary line هو عبارة عن imaginary line من the mid مال الأكسلة وينزل. Sometimes the breast have شنو have extension من الأكسلة، فنسميه شنو axillary tail. The breast be extension يروح للاكسيلاري تيل. احنا قلنا انه البرايست كليته عباره موجود وين؟ بالسوبرفيشال فاشيا، ما عدا هذا الجزء اللي هو قد يكون موجود مجموعه من النساء وقد يكون غير موجود مجموعه ثانيه من النساء. اذا كان موجود هذا الجزء اللي سميناه اكسيلاري تيل، ما راح يروح؟ راح يروح باتجاه الاكسيلا ويدخل ديب للاكسيلا، يعني ديب للبكتورال فاشيا مالت الأكسل. لذلك صار عندنا شنو superficial fascia، كلية البرايست موجود بالsuperficial fascia جوا السكين دايركتلي، واكو جزء من عنده نسميه axillary tail ممكن يمتد وينتهي وين؟ للأكسلة، سميناه axillary tail. مو كل النساء عندهم هذا الأكسلري tail. فإذا أجا سؤال قال لك the only part of the breast that extend or lie down the deep fascia، شنو عدد لك مجموعة من الأشياء؟ ايش راح تقول؟ راح تقول axillary tail، لأن هو the only part deep to the deep fascia. زين شباب، البرايست هو عبارة عن يعني modified sebaceous gland مثل ما قلنا، وهذا البرايست صاير عنده lie on، يعني البيد مالته على شنو قاعد؟ قاعد على مجموعة من العضلات اللي هي هاي العضلة الأمامية اللي دا تشوفوها، شنو؟ بكتورس ميجر. زين، بكتورس ميجر مصل، وهذا شنو؟ سراتس. وهذه هنا أنا منو أكو مصل؟ هاي الأكسترنال أبدومينال أوبليك. زين، فثلاث عضلات هو البريس صاير بهذا المكان بالفيميل. بالنسبة بالمورفولوجي يعني راح تباوعون شوفوه هذا كليتا بريست، وكو أشياء هذه الدارك أريا دار مداير، هذا الإليفيشن اللي موجود بالبرايس شو أسميها؟ هذه كلها أسميها أريولا، وهذه اسمها نبل. زين، أكو هنا يعني أكو جلانز، مجموعة من الجلانز موجودة بالأريولا. هذه الجلاند during lactation راح يصير بها enlargement، تفرز مواد مخاطية سهل عملية اللاكتيشن بالنسبة للطفل، يعني breast feeding راح يكون أسهل. هذه من راح يصير بها اللارجمنت؟ هذه أسميها مونتجامري glands. زين، هسه عرفنا البريست هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن modified sweat gland موجود بالsuperficial fascia أو pectoral region both in male and female. ويعني معنى شنو؟ معنى super and يعني within the superficial fascia of the skin معناها directly under the skin except one
except one part اللي هو auxiliary tail قلنا ممكن يروح يصير جوا deep fascia. الاكستنشن مالته مهم ال vertical extension من second rib لل sixth rib طبعا هذا بالنيلي بارس اللي هي ما صاير عندها حمل وولادة. بعد الحمل والولادة البوزيشن مالته والحجم مالته كلية راح يتغير. هذا ال vertical ال horizontal extension مالته من ال lateral border يعني من ال lateral border of the sternum لحد ال mid axillary line mid axillary line. ال morphology نشوف اكو فد شيء هنا أنا راح نسميه أريولا وهذا الجزء نسميه نبل. الأريولا بيها مجموعة من الجلانز. هذه الجلانز يصير بيها enlargement بالبريجننسي وباللاكتيشن. وظيفتها سهل عملية اللاكتيشن. شوفوا شباب هسه هو وين صاير؟ صاير البوزيشن مالته هذا البرايست كوليته within the superficial fascia directly under the skin. هنا أنا أكو هذا السبيس اللي يفصل بين ال يعني هاي superficial fascia اللي within it the breast أكو بينها وبين ال deep fascia أكو سبيس. هذا السبيس فارغ يسموه retromammary space أو له اسم ثاني person. هاي الفائدة من هذا السبيس أنه يعطي free movement of the breast يعني البريست ممكن يتحرك للأعلى وللأسفل بحركة بها نوع من الحرية. السبب وجود هذا السبيس مهم نعرف هذا السبيس مهم لأن إذا صار أكو كانسر هنا لا سامح الله راح يسوي إذا صار invasion لهذا الريتروماماري سبيس راح تجون تريدون تسوون examination للبريس تحركوا ما يتحرك. ليش؟ لأن الريتروماماري سبيس صار بي infiltration وهذا الانفلتريشن ممكن يعبر للجزء الثاني اللي هو الديب يعني يعبر الديب فاشيا ويوصل للمصل. فهذا ايش راح اسميه يعني؟ راح اسميه ريترو ميموري سبيس. اذا صار بي انفيجن راح يصير البريست فيكست ما يقدر يتحرك. طبعا اكو هاي العضله اللي سميناها شنو سميناها؟ سميناها البكتوراليس ميجر بكتوراليس ميجر ماسل. طبعا الفيسيولوجي او الهيستولوجي مال البريست راح تاخذوه بس هو مكون من مجموعه من اللوبس يعني مجموعه من الفصوص عددها 15 الى 20 فص. كل هذه الفصوص راح تسوي تفتح لاكتيفيروس داكت هذه كلها تتجمع وتنزل لاكتيفيروس داكت. هذه اللاكتيفيروس داكت راح تسوي لاكتيفيروس ساينس وبعدين تفتح بالنبل زين بالنبل تفتح بالحلمه. هنا اكو شيء كلش مهم اللي هو السسبنسري ليجمنت. هذه هنا اكو سسبنسري ليجمنت تطلع من يعني من منانه من يعني البيس اوف ذا بريست واكستان كلها تنزل للنهايه لحد النبل. فهذه كلها هيك صايره. اللي يمشي بيها شنو؟ يمشي بيها اللاكتيفيروس داكت. هذه مهمه اي مهمه. ليش؟ سنقول لكم ليش. ليش هذه مهمة؟ مهمة إذا أريد أسوي إنسيجن قلنا اللاكتيفيروس داكت شون جاية تنزل هيجي والسسبنسري اللي قمت وياها دا تنزل هيجي كلها خطوط يعني طولية دا تنزل وكلها اتجاهها للنبل. أنا إذا جي سويت إنسيجن يعني سيركمفرنشيال داير مداير النبل هيجي داير مدايرها ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إنجري لللاكتيفيروس داكت. أنا ما أريد أسوي إنجري لللاكتيفيروس داكت فش أسوي؟ أسوي الإنسجن مالتي موازاتها على مود ما أسوي كاتنج لللاكتيفيروس داكت. مثلا هسه هنا السايت مسوين ماخذين بايوبسي من هنا من البريست فمسوين الإنسجن مالتها راديال مو سيركمفرنشيال مو داير مدايرها مسويه راديال على مود شنو ما يصير إنجري لهاي اللي سميناها لاكتيفيروس داكت. زين شباب هسه نشوف هذا البريست هو عبارة عن الجزء الأكبر من عنده متكون من مجموعة من الفات. هو عبارة عن فات. هذه الفات بالهيستولوجي إن شاء الله راح تأخذوها. هاي السكين هنا البكتوراليس ميجر وهذا الريترو ميموري سبيس الموجود بيناتهن. الشيء المهم اللي لازم تعرفوه أكو هذه هنا طبعا النبل هنا هذه كلها اللي حكينا عليها قبل شوية اللي قلنا هذه عبارة عن لاكتيفيروس سسبنسري ليجمنت اللي تمشي بها اللاكتيفيروس داكت. على مود اسوي الانسجن ما راح اسوي سيركمفرنشيال يعني داير مدايرها
على مود ما اقص هاي ما اسوي انجري لهاي اللاكت في الراس داكت، فاسوي راديال بموازاتها، يعني هيك اسوي الانسجن على مود ما يصير انجري لللاكت في الراس داكت اللي هي القنوات اللي تنقل الحليب. زين هسه هنا لازم تعرفون الارتري اللي يزود منه اللي يزود البريست. اول واحد واللي هو مهم تزويد بس مجرد تعرفون الارتريات، internal thoracic artery هذا يسموه internal thoracic artery، وله اسم ثاني internal mammary artery. زين هذا الارتري ممكن ناخذه بعمليه اللي هي نسميها كابج، ذول اللي يصير عندهم احتشاب عضله القلب ويحتاجون عمليه قلب مفتوح، على مود نسوي يعني ناخذ جرافت اللي هي يعني فد ارتري متضيق بالهارت، على مود نرفعه ونجيب فد واحد ثاني بمكانه ممكن ناخذ هذا الارتري، فهذا شنو سميناه internal thoracic artery. اسمه الثاني internal mammary artery، هذا يفوت ورا الاسترنم على الاجمال الاسترنم عندنا رايت وليفت، هذني راح اشرح يطي perforating branch تطلع من الانتركوستال سبيس وتزود البريست. هذا الجزء البرانش الاول. الثاني اكو شيء اسمه lateral thoracic artery، هذا من السكند بارت اوف العفو ثوراكو اكروميال ترانك، هم راح يطي بكتورال برانش، البكتورال برانش يزود البريست، وهذا اللاترال ثوراسيك ارتري هم راح يزود البريست. زين ويعطينا شنو؟ يعطينا لاترال ماماري برانشز، واكو لاترال ماماري برانشز اوف لاترال كيوتينس برانشز اوف ذا بوستيرير، البوستيرير انتركوستال ارتريز posterior intercostal artery راح تعطي lateral mammary branches. زين هم يعني هسه صار عندنا شنو internal mammary artery اللي اسمه internal thoracic artery يزوده، الجزء الثاني هو lateral thoracic artery اللي هو طالع مين طالع من الاكسيلاري artery، وعندكم الاكو branch pectoral artery اللي يطلع من thoracoacromial trunk، واكو lateral mammary هذني مين lateral mammary جاية من lateral thoracic artery، اكو lateral mammary branches همينه جايه من lateral cutaneous branches of posterior intercostal arteries، يعني posterior intercostal artery ايش راح يعطي؟ راح يعطي lateral cutaneous branches، وهذه بدورها راح تعطي lateral mammary arteries. زين هذا بالنسبه للبلاس سبلاي مالته. الفينوس درينج نفس الشيء بس تتغير شنو؟ تتغير الاسماء، مثلا هذا هنا كان اسمه internal thoracic artery يصير internal thoracic vein أو internal mammary vein، والبقية نفس الشيء. الشيء المهم اللي لازم تعرفوه البريست، أكو lymphatic drainage. lymphatic drainage مال البريست راح نقسمه إلى أربع أقسام، كل قسم يروح إلى جهة. زين أكو مجموعة من الليمف نود موجودة بالأكزيلا، أكو مجموعة موجودة فوق بالأكزيلا كلش قريبة على الكلافيكل نسميها أبيكل. Apical نسميها apical lymph nodes، واكو بنفس الوقت supraclavicular lymph node، وهذه كلها تسوي drainage للبريست، واكو parasternal lymph node، وهذه parasternal lymph node بيها communication ويا the other side، يعني اذا اكو هنا lymph هوايه راح يصير بي drainage عن طريق يعني هسه احنا نقول هذا على الرايت سايد، فالرايت سايد اوف ذا بريست اذا بي لمفاتيك درينج هواي راح يصير بي درينج عن يروح للبارسترنال لمف نود، بعدها راح ينتقل وين؟ ممكن يعبر الزايد يعبر للجهه الثانيه اللي هي ليفت بارسترنال لمف نود. زين شنو الفائده من هذا الحكي؟ الفائده من هذا الحكي اذا كان اكو كانسر هنا زين وصار بي لمفاتيك درينج، يعني صار بي لمفاتيك سبريد قام ينتشر ممكن هذا البريست ينتقل الكانسر من عنده من هذا البريست للجهه الثانيه، اذا سالوك تقول لهم ايه. ليش؟ لان هذا البريست هو نفسيته الليمفاتيك درينج مالته بي كونتينيويشن بي يعني كروسنج تو اذر سايد، لذلك الكانسر بهذا الجزء من البريست ممكن يعبر للجزء الثاني وبالعكس، يعني العكس صحيح، اذا اكو كانسر بالجزء بالليفت ممكن يروح للرايت. ف
فهذا الجزء المهم. طبعا كل جزء هنا اكو سب دايفراماتيك ليمف نود، هم يعني جزء من هذا راح يروح لهاي سب دايفراماتيك ليمف نود. نيجي نشوف صوره ثانيه اكثر وضوح. شوفوا شباب، هذه سميناها باراسترنال ليمف نود، وهذا سميناها ابيكال جروب، وهذه اكزيلري. الاكزيلري بيها انتيرير، هذه صايره ويا الانتيرير بوردر اوف بكتورالس ميجر، يسموها انتيرير بكتورال جروب. واكو اللاترال اكزيلري جروب، زين هاي يسموها انتيرير اكزيلري او انتيرير بكتورال، وهذه لاترال اكزيلري، زين. واكو بوستيرير جروب، وهذه سميناها سنترال جروب، وهذه اسمها ابيكال جروب. هذن كلهن الدرينج مالتهن يروح وين؟ يروح للابيكال جروب. شوفوا شباب، هنا هذا كليته البريست. بالنسبه للكانسر، الكانسر اكثر شيء يصير بهذا الجزء، يعني 60%. احنا راح نقسمه الى كوادرنت اربع اجزاء. فالابر سوبيريور كوادرنت، ابر سوبيريور كوادرنت اللي هو سوبيريو لاترال كوادرنت، اكو سوبيريو ميديال كوادرنت، اكو انفيريو ميديال وانفيريو لاترال. كنسبه السوبيريو لاترال هذا 60% من الكانسر يطلع بهذا الجزء. لذلك احنا قلنا الليمفاتيك درينج مالته راح يروح وين؟ يروح للاكزيلري ليمف نود، وممكن يروح للابيكال. هذا السوبيريو ميديال وين راح يروح؟ يروح للباراسترنال، ممكن يروح للسوبرا كلافيكولار، وممكن يعبر على الجهه الثانيه. بعدهم من هو انفيريو لاترال، هذا الانفيريو لاترال يصعد هم نفس الشيء للاكزيلري ليمف نود. ال 5% الباقيه هاي انفيريو ميديال، فهذا الليمفاتيك درينج مالته ممكن للليفت باراسترنال، وممكن ينزل لوين؟ للسب دايفراماتيك ليمف نود. نرجع هنا نقسمه الى اربع كوادرنت. فالجزء هذا اللي سميته هاي زائد قسمناه، هذا الجزء سميناه شنو؟ سوبيريو ميديال، هذا سوبيريو لاترال، انفيريو ميديال، انفيريو لاترال. اذا اكو كانسر هنا اللي هو اكثر شيء يطلع بهذا الجزء بهذا الكوادرنت، راح يروح للدرينج مالته المن، يروح للسابكا اللي هي بوستيريور ليمف نود، يروح للاكزيلري ليمف نود، زين. فانت تدور بالاكزيلر. لذلك البرايست اكزامينيشن جزء من عنده لازم تشوف الليمف نود مال منو؟ مال الاكزيلر. فقلنا اذا كان اكو سوبيريو لاترال ماس، اكو سسبشن مال كانسر، لازم تسوي اكزامينيشن للليمف نود، وتتوقع ان الدرينج مالته راح يروح لهاي الجهه، زين. اذا كان الكانسر هنا اللي هو سكند موست كومن سايت فور كانسر هنا، فراح يصير الدرينج مالته المن للباراسترنال ليمف نود، اللي قلنا ممكن يصير بها كروسنج تو اذر سايد، يعني اذا الكانسر هنا ممكن ينتشر للجهه الثانيه عن طريق الليمفاتيك درينج. الثالث اكثر مكان للكانسر بريست كانسر هو شنو؟ انفيريو لاترال. الانفيريو لاترال هذا اللي حكينا عليه راح يصير الدرينج مالته هم نفس الشيء للاكزيلري اللي فوق. عندكم بس الانفيريو ميديال هذا ممكن يصير الدرينج مالته المن للسب دايفراماتيك، وممكن يصعد لفوق، زين. هذا اهم شيء بالنسبه للليمفاتيك درينج مال البريست، ودائما خلوا بالكم هاي الرول، وتقسمون البريس الى 4 كوادرنت، ولازم تخلون ببالكم انه اكثر كوادرنت هو سوبيريو لاترال، اكثر يعني الكانسر اكثر شيء يطلع من هاي من هذا المكان، بعده سوبيريو ميديال، بعده انفيريو لاترال، بعده شنو؟ انفيريو ميديال. وعرفنا الليمفاتيك درينج مالت كل وحده وين يروح، وعرفنا الاكزامينيشن مال البريست يتضمن اكزامينيشن اوف ذا اكزيلا. ليش؟ لان الليمفاتيك درينج اهم شيء بالبريست هو الكانسر، فالليمفاتيك درينج مالته وين يروح؟ يروح للاكزيلا. وعرفنا اكو كوميونيكيشن بين الرايت والليفت، لذلك اذا اكو كانسر بالرايت بريست ممكن يعبر للليفت الليفت بريست. هنا أنا مجموعة من الثاني اللي ممكن نشوفها، الإديما of the skin مال البريست راح تعطيكم أبيدو أورانج ساين. أبيدو أورانج ساين شنو هذه؟ يصير البريست عبارة مثل قشرة البرتقالة. إذا تتذكرون هذني الاتاتشمنت مال السسبنسري ليجمنت، زين. فإذا صار أكو إديما
راح يزداد الحجم. الليجامنت هو نفسيته ثابت، فراح يجرها يسحب السكين لجوه. هسه هنا هذا البيشنت عنده سسبشن مال كارسينوما اوف ذا بريست، فش مسوين؟ ماخذين بايوبسي، والانسجن قلنا راديال مو سيركمفرنشال، ليش؟ على مود ما اسوي انجري لللاكتيفيروس داكت. هنا اكو فد شيء مهم، احنا ممكن نسوي اكس راي للبريست نسميه ماموجرام، زين؟ وهذا الماموجرام ما لازم نسويه اذا كانت الفيميال عمرها اقل من 35، ليش؟ لان تعرفون الاكس راي هي عباره عن راديشن، راديشن ريسك فاكتور فور ديفلوبينج كانسر، واحنا اصلا نريد نحميها من الكانسر، فنسوي الترا ساوند اذا كان عمرها اقل من 35. اذا عمرها اكثر من 35 لا، ذاك الوقت ممكن نقدر نسوي اكس راي نسميها ماموجرام. شو نشوف بالاكس راي؟ اذا كان اكو كانسر ممكن يطلع لي كالسيفيكيشن، الكانسر مسوي كالسيفيكيشن، واضح؟ الجزء الاخير بالمحاضره اللي المفروض تعرفوه، اكو العمليه اللي مثلا هذه صار عندها بريست كانسر، اريد اسوي اكسجين للبريست، فهاي العمليه يسموها ماستكتومي. عندنا بارشال ماستكتومي اللي هي كوادرنتكتومي، يعني شو اشيل ربع واحد من البريست، جزء، فبارشال جزء من البريست راح اشيله، السمبل فقط البريست راح اشيله بدون ما اشيل مسلز وياه، زين؟ الموديفايد راديكال ماستكتومي اسوي اشيل بارشال ماستكتومي اشيل جزء من البريست فقط، السمبل ماستكتومي اشيل البريست كله، زين؟ بس ما اشيل وياه مسل. الموديفايد راديكال ماستكتومي ايش راح يصير؟ بالموديفايد راديكال ماستكتومي راح اشيل البريست واشيل مجموعه من الليمف نود وياه. الراديكال ماستكتومي هنا أنا راح اشيل البريست ويا الليمف نود واشيل ويا المصل، زين؟ فاذا بارشال ماستكتومي راح اشيل جزء من البريست فقط، السمبل ماستكتومي اشيل البريست كله، زين؟ اشيل البريست كله. الموديفايد راديكال ماستكتومي راح اشيل البريست واشيل ويا الليمف نود، زين؟ الراديكال ماستكتومي راح شو اسوي؟ اشيل البريست، راديكال ماستكتومي راح اشيل البريست، اشيل الليمف نود واشيل البكتورال، يعني تشيست ماسلز اللي صاير بيها انفيجن بهذا الكانسر. طبعا هذا شنو يحدده؟ يحدد الستيج مال الكانسر، صاير انفيجن للتشيست وول لو لا، هاي الاشياء هي اللي تحدد اذا راح اسوي يعني بارشال ماستكتومي، سمبل ماستكتومي، موديفايد راديكال او راديكال ماستكتومي. ان شاء الله هذا هم تتعرفون عليه بالجراحة مرحلة خامسة وسادسة. Thanks.